السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكنه الجنان مقيما، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة من أصلي عليك، مستمرين معاكم في عام الوفود. الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم القيم من رسول الله، ونتعلم من كل وفد درس في الحياة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه جارود. الراجل ده مسلم، جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بيننا وبين قوم جيرة، احنا جيران مع ناس تانيين، واحيانا يا رسول الله الإبل بتاعتهم بتضل عندنا، فهل يحق لنا أن نأخذها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى وصية النبي، قال له إيه؟ قال له: دع الإبل، بينك وبينهم حد النار، واحفر الخير بينك وبين جارك. ورجع جارود لقومه بس بالفكرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظوش قرآن كتير، ما علموش تعاليم في الإسلام كتير، ما علموش أخلاق كتيرة، لكن علموا فكرة واحدة بس، وعلموا قيمة واحدة بس في الحياة: احترام الجار. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن الجار سيرث الجار. يفضل جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، ويفضل يوصي النبي حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث الجار. اوعى تقرب لحق جارك، اتعلم قيمة في الحياة وتعلم درس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حق الجار. من ضمن الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي ده كان شايف ان النبي صلى الله عليه وسلم شايف ان هو ملك عايز الملك، مش شايف النبي نبي. ففي يوم من الأيام أخت حاتم الطائي جت للمدينة، جت مأسورة في يعني في غزو من الغزوات. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافها قال لها: أنت بنت مين؟ فقالت له: أنا بنت حاتم الطائي. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عبايته وفرشها ليها على الأرض وقال لها: إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. يا رسول الله، أبوها ده مات وهو مش مسلم؟ لا، بس بيحب الأخلاق، وأنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ده مات وهو كافر؟ لا، بس احنا بيجمعنا مع العالم الحاجات الحلوة اللي في الإسلام والحاجات الحلوة اللي في الحياة. هو كان بيحب الأخلاق وأنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرجعت لمكة وقالت لأخوها عدي بن حاتم الطائي: والله لقد فعل محمد شيء ما كان أبوك ليفعله، ده هو طلع أكرم من أبوه. فعدي بن حاتم الطائي قال: أنا هخسر إيه؟ ما روح أشوف النبي صلى الله عليه وسلم. راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما النبي شافه قال له: يا عدي، أسلم تسلم. قال: أنا على دين، يعني أنا عندي دين. فقال رسول الله: يا عدي، أنا أعلم بدينك منك. فقال: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست على الركوثية؟ قال: بلى. قال: فألست تأكل مرباع قومك، يعني لما قومك بياخدوا غنايم بتاخد الربع؟ قال: نعم. قال: إذن فهذا لا يحل لك في دينك، ما أنت بتعمل حاجة في الدين في دينك غلط. يقول عدي بن حاتم الطائي: فتواضعت له. ثم قال: يا عدي، تعال معي إلى بيتي. يا عدي، عدي بن حاتم الطائي بيقول: وإحنا ماشيين، وأنا ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قابلته واحدة ست عجوز، فبتسأله سؤال، فوقف ليها، وقف يسمعها بأدب وبحياء. فقلت في نفسي: هذا الرجل ليس بملك، ما فيش ملك يعمل كده. بيقول: فذهبنا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي عباءته وفرشها لي على الأرض وقعدني عليها. فقلت في نفسي: هذا الرجل ليس بملك، ما فيش ملك يعمل اللي هو بيعمله ده. ثم قال: يا عدي، أنا أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، أنا عارف إيه اللي منعك من الإسلام. قال: ماذا؟ قال: تقول علينا ضعفاء وليس معنا مال، إحنا ناس ضعفاء وما معناش فلوس. فقال: والله يا عدي، ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من الحيرة في العراق تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، ووالله يا عدي لتفتحن كنوز كسرى وقيصر
ولينفقن المال في سبيل الله حتى لا تجد من يأخذه. يقول: فتوضعت من كلام وشدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول: فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت المرأة تذهب وتحج ببيت الله، وحدث الأمان وأنفق المال حتى لا يجد من يأخذه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي أخلاق النبي، وهي دي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفكم على خير ونكمل مع قيمة جديدة في الحياة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.